صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم يوم جديد من صباح الخير يا مصر. بنبدا كمان اول ايام بقى الاسبوع اللي بيكون فيها شغل. النهارده الاحد، ان شاء الله يوم لطيف على حضراتكم جميعا. هنتكلم معاكم بقى دلوقتي في موضوع، يمكن خلينا نقول احنا كمصريين، او على الاقل عشان ما عممش يعني معظم الناس اللي اعرفها، بنحب قوي نحتفظ بالحاجات القديمه اللي عندنا اللي ممكن خلاص ما يبقاش ليها لازمه. بنقعد نشيل بقى في ازايز، بنقعد نشيل في حاجات قديمة بتفكرنا حتى بذكريات ليها علاقة بحياتنا. احنا عندنا يعني القصة دي بنحبها، وفي اعتقاد تاني كمان البعض بيبقى عنده معتقد كده انه اكيد هيكون ليها عازة، وبننساها ما بنعملش بيها اي حاجة بعد كده. فسؤال حلقة النهاردة يكون عندنا كده حاجات قديمة ما نقدرش نستغنى عنها، او احنا معتقدين ان احنا مش هنقدر نستغنى عنها، فبتعمل كراكيب وبتزحم الدنيا على الفاضي. قولولنا ايه هي اغرب حاجة، او ايه هي الحاجات اللي انتوا ما بتقدروش تتخلصوا منها في بيتكم؟ يعني ايه الحاجات اللي دايما بتبقوا شايلينها عندكم وانتوا عارفين ان هي خلاص ملهاش عايزه؟ ايه يا احمد الحاجات اللي انت ما بتقدرش تستغنى عن او تقدرش؟ الغالبيه العظمى من المصريين بيحتفظوا بحاجات ملهاش لازمه او ملهاش عايزه، ممكن تكون بالنسبه لهم في الوقت ده. لكن انا هضيف على اللي انت قلتيه، الا من رحم ربي، وانا بقى من الناس دي. يعني انا بالنسبه لي كراكيب الذكريات بتكون دايما هي كل حاجه ليها علاقه بذكرى او ليها علاقه بناس، حدث مهم انا مصمم ان انا احتفظ بيه لانه بيفكرني بحاجه ما. مثلا نوت بوك بتكون كنت بكتب فيها ملخص لمحاضرات ايام الجامعه، او مواقف حصلت معايا، لبس لبسته في مناسبة، كرسي مثلا مش قادر ان انا اتخلص منه لانه ليه ذكرى او مناسبة حلوة بالنسبة لي. لكن انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده تحديدا، ان مش بس الكراكيب او الكراكيب بشكل عام عمرها ما بتدينا فرصة اللي احنا نجدد في حياتنا، او اللي احنا حتى نشتري الاحلى زي مثلا علاقتنا بالناس. طول ما حياتك فيها كراكيب ملهاش لازمة، عمر ما هيبقى فيه مكان الجديد. عمرك ما هتقدر اللي انت تدخل حد في حياتك طول ما انت محتفظ على مجموعة من الأصدقاء، أحياناً بيكونوا سبب في أذيتك، أحياناً بيكونوا سبب في مواقف وحشة انت اتحطيت فيها. فمن هنا احنا بنعمل فلتريشن زي ما بنقول كده جمانة، أو بنقدر اللي احنا نقيم علاقتنا هنا، سواء أشخاص نفس الوضع هحطه على الكراكيب. إلا يخليني احتفظ، يعني انت قبل الهواء قلت لي ان انت بتحتفظي بازاز البرفيوم بتاعتك، ايه اللي يخليني احتفظ بازاز البرفيوم؟ هعمل بيها ايه؟ طب سيبني اجاوب اجابتي. طب قولي لي هعمل بيها ايه؟ سيبني اقول اجابتي. يعني انا شايف ان انا كده هعمل اوضه كبيره انا مكون فيها شويه كراكيب، لكن ليس لها قيمه. بتفكرني بحاجه بس مش هقدر ان انا اجيب جديد. انت بتفكريني بوالدي على فكره، انا والدي عنده يعني كميه ورق ممكن يكون بتاعه من ايام ما كان لسه بيدرس في ابتدائي ومحتفظ. طب انا هقول لك على حاجه، وخناقه كبيره جدا ما بينه وما بين والدتي، لا لازم نتخلص من الحاجات دي، زحمه ما بيرضاش. انا هختلف معاك بقى، انا هختلف معاك. اولا لو هنتكلم تحديدا عن نقطه الصحاب اللي انت قلتها، لا انا احتفظ بصحابي، مش عشان يعني لو فعلا زي ما انت قلت هم مش مؤذيين، او بالعكس لو هم بيضيفولي الصديق عمره ما، بس ملهاش علاقه بان انا عشان يعني ملهاش علاقه باضافه ناس في الدايره بتاعتنا او فالاحتفاظ بالاصدقاء ده شيء مهم جدا، وده اعتقد لا يجوز فيه التجديد لو الاشخاص. قبل ما نخلص المقدمه هكون مخليك، لما بتيجي تعمل يجي لك فريند ريكوست ما بتعرفيش تعملي واكسبت علشان عندك العدد اكتمل 5000 واحد على الفيسبوك، السوشيال ميديا. هسالك سؤال، بتقرري اللي انت عشان تدخلي احمد تمسحي حد تاني ولا لا؟ والله حسب، لو احمد فارق لي. ما هي دي مش لازم انا يعني، لا انا مش هفرق لك. لا مش لازم احمد كان، بس اي ما هو ده لو الشخص الجديد اللي هيدخل هو مهم بالنسبه لك او ليه مواقف كويسه معاكي، اكيد هتدوري عن حد طلع قليل الاصل في يوم من الايام معاكي، ما طلعش قد عشمك فيه وشفتي منه مواقف وحشه. فانا نفس الامر بطبقه على الكراكيب. حلو الموضوع ده، يعني ماشي. لا بس يعني مش مشكله ان انا ممكن نتكلم في الموضوع ده ونتناقش فيه. بس هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي بحب احتفظ جدا بحاجتي، يعني بحب حاجتي جدا فبحب احتفظ بيها، خاصه زي ما انت قلت ازايز البرفيومز مثلا، ازايز البرفان او العطور عامه انا بحب احتفظ بيها جدا، ودايما بسيب حبه كده في الاخر، يعني ما بخلصهاش على طول، لازم اسيب حبه كده واشيلهم ليهم مكان كده بيتشالوا فيه. يوم إيه الحبة ولا اي حاجه والله العظيم، ولا اي حاجه فعلا، ما لهاش اي ضرر مال خاص. ما بيش بيها اي حاجه بجد، بسيبها وبعد كده ماما بتيجي ترميهم
يعني من غير ما ناخد بالي. لازم ست الكل عندها حق. يعني هي كده متفق معاها تماما. بس هقول لك على حاجه، زي ما انت قلت لي المثال بتاع والدك طبعا ربنا يخليه لك، فكره الورق اللي هو بمحتفظ بيه. انا بابا الله يرحمه كان دكتور، عندي النوتس بتاعته لحد النهارده، مكان في كليه الطب، اللي كان بيكتبها في المحاضرات واللي كانوا بيسجلوها ورا الدكاتره، حتى برسم اللي كان بيبقى فيه رسم رسومات لاعضاء الجسم والحاجات دي لسه موجوده. بس انا دي حاجه بالنسبه لي، دي فعلا حاجه تستحق ان هي تتشال، ما بتبقاش كراكيب. اعتقد الكراكيب بتكون اكتر في مثلا هدوم ملهاش لازمه. احيانا في ناس بتحب تشيل الكيس، ما اعرفش ليه تحب تشيل كيس، دي كراكيب فعلا. وبعدين تبص بقى تلاقي ان احنا بنخترع كمان اماكن تخزين، صحيح، فوق الدولاب وتحت السرير وبنخترع. ده عملت زحمه في البيت على طول. ده بتوصل ساعات بقى لو حد مثلا عنده مكان في الجراج، لو حد عنده حاجه. اقول لك على حاجه، انا اسف يعني على قطع كلامك، انا في وقت من الاوقات زمان والدي كان عنده عربيه البيجول 504 دي اللي كان بيركبها، بيبقى عمده بقى. فدي كان بابا جايبها، وجابها في نفس السنه اللي انا اتولدت فيها في 86. عاوز اقول لك والله ابويا تقريبا قعد اسبوع كامل ما بينامش لما قررنا واقنعناه ان هو يبيعها عشان نجدد ونجيب عربيه مختلفه. يقول لي لا، دي العربيه دي جت وانت يوم ما انت اتولدت، اصل العربيه دي ليها ذكرى معايا. وزعل شديد جدا. ايوه على فكره. أيوة والله انا لو انا ما بعتش دي مش هجيب الجديد. ايوه بس فكره ارتباطنا بالاشياء وبالذكريات دي حاجه حلوه، لان انت بتبقى مرتبط بيها فعلا نفسيا. لو مش موجوده هتحس ان في ذكريات كتير قوي ممكن تروح منك، فبتبقى مرتبط بيها قوي. زي حد مثلا في يوم من الايام كتب لك حاجه، اداك هديه حتى لو صغيره، بتبقى مرتبط بيها نفسيا، لان هي بتفكرك بالشخص، بتفكرك بذكرى حلوه. ده غير بقى انا قعدت ادور في الموضوع ده بقى، في موضوع ازايز البرفيوم دي، انه ايه ده، ما اصلا فعلا طبيعي ولا لا. يعني في اضطراب اسمه اضطراب التخزين او اضطراب الاكتناز، فطلع انه الموضوع بجد بيوصل، يعني زي ما بيقولوا كده، بيبقى ليه مضاعفات فيما بعد. يعني لو الموضوع فعلا زاد عن حده، ان احنا بجد ما بنقدرش مثلا ان احنا نتخلص من الاشياء اللي عندنا، ما بنقدرش ان احنا نجدد، ما بنقدرش ان احنا ممكن حتى نستخدمها ونفيد بيها غيرنا، او بعد كده الموضوع بيوصل بقى ان هو نفسيا بيتطور لتردد، اعراض تردد، والشخص ده بيكون مش قادر ياخد قرارات. الموضوع كبير يعني. لا لا، ما تفوريش قوي كده يا جماعه، انت كويسه يعني، انت ما بتوصليش للمرحله دي. انا يعني انا اشكرك. لا ما بتوصليش للمرحله، انت بتاخدي القرارات. لا بالعكس، اصل انت مشهود لك بصراحه بقراراتك، ودايما قراراتك يعني اعتقد احنا بنحب ان احنا كمان نستشيرك في بعض الامور الخاصه بينا، لان قراراتك بيكون لها بعد نظر يعني احيانا. اشكرك. لا انت اشكر يعني اشكرك حقيقي فعلا يعني، شكرا ليك على يعني. شكرا لك على ثقتك الغاليه. على اي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه الحاجات اللي انت ما بتقدرش تستغنى عنها، حتى لو ادمت، حتى لو بتعمل كراكيب، حتى لو بتتحملك الدنيا، حتى لو انت متاكد ان هي ملهاش لازمه. احكوا لنا كده عن الكراكيب اللي مش قادرين تتخلصوا منها في بيتكم. ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.